أكيد فكرة شبكات الحماية الاجتماعية، شبكات الأمان الاجتماعي، هي أساسا بالضرورة مهمة وبتحظى في فكر وعقل أي نظام حكم بأهمية قصوى. في اللحظة اللي احنا فيها دي في الاقتصاد المصري أهميتها قد إيه؟ أهميتها كبيرة قوي، لأنها مش هيحصل أي تحول اقتصادي ولا نمو ولا تنمية من غير ما يبقى فيه عنصر فاعل وحيوي اسمه شبكة حماية اجتماعية. لأنه مفيش أي دولة في أي حتة في العالم تقدر تستغنى عن شبكة فاعلة، شبكة تقدر إنها تخلي الناس يبقى عندها أمل في بكرة. يعني إن أنا النهاردة لو وقعت في بسبب إن أنا أرضي راحت مني ولا شغلي راح مني ولا عندي اللهم اكفينا السوق مشكلة مرض مزمن أو حاجة، إن في حاجة شبكة أقدر أعتمد عليها علشان تديني أمل فإني أقدر أتخطى الوضع اللي أنا فيه. امتى العالم يعني تعامل مع الموضوع ده بجديه من فكره الاقتصاديين او اصحاب الافكار الاجتماعيه، وبقى جزء اصيل من مناهج الحكومات والدول في التعامل مع مشكلات الفقر؟ من بعد الحرب العالميه الثانيه كان في حاجه جدت على العالم، وهي انه كان في توظيف شامل، كل الناس عندها شغل، واصبح قلة قليلة هي اللي بسبب مرض أو عجز أو ظرف ما هي اللي مش بتشتغل، وبالتالي كل الحكومات وكل الدساتير وفرت حماية لهؤلاء، بس دول كانوا نسبة قليلة. طبعا مع التغيرات الاقتصادية اللي حصلت في الأسواق وظاهرة البطالة وظواهر أخرى تانية كتير، أصبحت شبكات الحماية دي مش للقلة لكن يعني عدد او نسبه اكبر. بس هي في كل العالم، ما فيش دوله ما فيهاش ايا كان نظامها، اشتراكي ايا كان، طبعا اللي في راسمالي الاشتراكي نيو ليبرالي حتى طبعا لازم